في الدولة الحديثة كان الجيش المصري بيتكون من عديد من الفرق، والجيش في مصر القديمة كان اسمه المشاع، وعبر عنه المصري القديم في الكتابات الهيروغليفية بشكل المحارب وبيتنطق مشاع. أما الأسطول أطلق المصري القديم عليه كلمة غنت. أول علامة منطوقة هي علامة المجداف وتتنطق غن، وجحر في النون على شكل أمواج المياه تأكيد على نطق النون في كلمة غن. تاني علامة منطوقة هي علامة على شكل رشتين وهي حرف الياء، ووراها علامة نصف رغيف الخبز وهي حرف التاء، وتتنطق الكلمة على بعض غنت. وحنلاقي بعدها علامات على شكل صور بتقول لنا إيه هو معنى غنت، زي علامة المركب دلالة على مركب الأسطول، ووراها رجل يحمل عصاه دلالة على القوة، وبعدها علامة رجل وثلاث خطوط هي علامة بتوضح لنا كثرة أعداد رجال الأسطول. الثلاث علامات هنا مش بيتنطقوا، ويبقى اسم الأسطول غنت. ولو حبينا نقول قائد الأسطول هنحط علامة حرير، ويبقى حرير غنت هو قائد الأسطول.